لكن سيادة اللواء لو هنتكلم على دروس مستفاده، وخلينا هنا نتكلم على ان التخطيط للحرب كان ليه شقين، شق سياسي وشق عسكري. تحب نبدا من اي شق فيهم؟ نبدا بالشق هو احنا بنقول عليه شق سياسي عسكري. نعم. الشق السياسي العسكري ده الحقيقه كان له اربع مسارات. المسار الاول كان مسار تفاوضي سياسي تفاوضي لاسترجاع الارض المحتله بطرق سلميه، وده ليه نقاط كثيره وليه هنتكلم فيها. المسار الثاني كان استعاده الروح القتاليه لافراد القوات المسلحه واعاده بناء القوات المسلحه بعد 67. نعم. المسار الثالث كان دفاع نشط مستمر، اللي هو كنا احنا بنسميه او ما زلنا بنسميه حرب الاستنزاف. المسار الرابع او الاتجاه الرابع كان تهيئه المسرح السياسي الدولي والعربي لقبول قرار الحرب بعد ما فشلت كل الجهود السياسيه. لو بدأنا بالمسار الأول اللي هو المسار السياسي التفاوضي لاستعادة الأرض المحتلة بطرق سلمية، هذا المسار بذل فيه القيادة السياسية المصرية في عهد الزعيم الراحل كمال عبد الناصر، ثم بعد كده في عهد الزعيم الراحل أنور السادات، مساعي سياسية ومعركة دبلوماسية استمرت فترة طويلة جدا جدا في محاولة جاهدة لتجنب الحرب، ويعني بقى مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع رؤساء دول لهم ثقل سياسي دولا، بتكلم على المستوى الدولي دلوقتي. لكن الحقيقة يعني كل هذه الجهود تعثرت نتيجة يعني تعنت الجانب الأمريكي من ناحية، والصلف والغرور الزائف للجانب الإسرائيلي من ناحية أخرى. الجهود كلها باختصار يعني لم تؤتي بثمرها، وكان قرار الحرب هو القرار الحتمي الضروري في لاسترجاع الأرض المحتلة. المسار الثاني كان مسار استعادة الروح القتالية لأفراد أكتوبر بعد 67 وإعادة بناء القوات المسلحة. الحقيقة دي يعني مرحلة مهمة جداً، وبذل فيها الرئيس عبد الناصر مجرد ما انتهت الحرب بدأ يعيد بناء القوات المسلحة ويزيل آثار الهزيمة عشان يستعيد الروح القتالية لأفراد القوات المسلحة واستعادة الثقة في كفائتهم القتالية. دي مرت بإجراءات كثيرة وجهود كثيرة وإلى آخره، لكن أهم ما فيها كان بناء القوات المسلحة. إعادة بناء القوات المسلحة دي كان ليها يعني مراحل كثيرة في الوصول إلى ما وصل إليه الجيش المصري يعني قبل الدخول في حرب 73، وطبعا كمل على الجهود بتاع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رئيس أنور السادات. كان طبعا الاتجاه للكتلة الشرقية ل استيراد او عقد صفقات خاصه بالتسليح، لان طبعا كان في يعني حاله عزوف من الكتله الغربيه بقياده الولايات المتحده الامريكيه عن انها تدي لمصر اي اسلحه، وكان في بذل الرئيس جمال عبد الناصر من خلال يعني شخصيته وصداقته بالجانب في هذا التوقيت الاتحاد السوفيتي، ونجح في يعني استجلاب صفقات اسلحه عديدة ومتطورة. والحقيقة يعني الاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت وقف بجانب مصر وقفة قوية، وكان في معاهدة الصداقة وإلى آخره، وكان صفقات التسليح يعني بنسبة كبيرة نقدر نقول إنها كانت طبقا لما تم طلبه، وعدا إن يعني برضو كان في طبعا توجه من القوتين الأعظم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إن يعني برضو ما يبقاش في أسلحة هجومية للجيش المصري. كان الجيش المصري بنطلب والقيادة السياسية والقيادة بتطلب أسلحة هجومية، فكانت الأسلحة الهجومية عليها بعض القيود، لكن الأسلحة الدفاعية والذخائر وإلى آخره الحقيقة يعني الجانب السوفيتي مدينا بيها بشكل كويس، ويعني بنشكرهم يعني على هذا.
ده على المستوى صفقات التسليح ومنظومات التسليح المتطورة اللي ساهمت في إعادة بناء القوات المسلحة. على الجانب الآخر كان بقى في منظومات بتتم لتطوير القوات المسلحة من الداخل، سواء من ناحية الكم أو الكيف. يعني نقول إن مثلا على سبيل المثال تم استحداث قيادة الدفاع الجوي، ما كانش موجودة قيادة منفصلة للدفاع صحيح. الجوي، بقى في قيادة للدفاع الجوي، قيادة للجيش الثاني الميداني، قيادة للجيش الثالث الميداني، استحداث قيادات لمناطق عسكرية جديدة عشان السيطرة على القوات المسلحة والسيطرة على خطة الفتح الاستراتيجي اللي بتتم في هذا المجال. لأن طبعا زي ما احنا عارفين القدس مش كلها متمركزة في مكان واحد، متمركزة على اتجاهات الاستراتيجية بتاعت القوات المسلحة، ثم بيعاد تمركزها في قبل الحرب من خلال حاجة اسمها خطة فتح استراتيجي، فدي عشان يتم السيطرة عليها بشكل جيد. فتم استحداث قيادات تعبوية جديدة، واستمر بقى التحديث للقوات المسلحة واستعادة الكفاءة القتالية ليها وتطويرها حتى دخول القوات المسلحة والجيش المصري في حرب 73. المسار الثالث كان اللي هو الدفاع النشط المستمر، ودي كانت حرب الاستنزاف اللي هي كانت من بعد 67 وحتى عام 70، ودي الحقيقة كانت فيها دروس كثيرة وفيها يعني نتائج إيجابية كثيرة على القوات المسلحة وعلى أفراد القوات المسلحة، لأن دي زي ما بنقول عليها تطعيم للمعركة، كسر حاجز الخوف، انك انت تقاتل عدو كل يومين ثلاثة وتطلع تشتغل وتقصر رفع الروح المعنوية برضو. بلا شك. وعمليات ما بقول لحضرتك كانت على المستوى المادي والمعنوي. المستوى المعنوي زي ما حضرتك بتفضلتي وقلتي استعادة الثقة في الفرد المقاتل، صحيح، ان هو بدأ بقى يقول لك لا العدو الاسرائيلي ده ما هوش يعني زي ما بيقال عنه العدو الذي لا يقهر ولا لا، ده عندنا افراد وضباط صاعقه. كان في عمليات فرديه في عمليات 67 لا حصر لها. 67 دي يعني من الـ يعني نقول الحروب اذا جاز التعبير اللي يعني عملت في القوات المسلحه المصريه حاله من الصلابه وحاله من الكسر الخوف وحالة من استعادة الثقة على المستوى المعنوي رائع، لأن أنت كنت بتقاتل العدو، كنت بتضرب مدفعية على العدو، كنت بتطلع تنفذ دوريات العدو وتقصر أفراد وتجيبهم في الضفة الثانية وتدمر مركبات بتاع دوريات استطلاع وتدمر تضرب على نقط حصينة يعني، وتستقبل من العدو أيضا غارات جوية وضربات مدفعية وضربات جوية وإلى آخره. فدي كانت حالة مهمة جدا جدا عشان تعيد الثقة في الفرد المقاتل وتعمل حالة تطعيم معركة احنا بنقول عليها للقوات المسلحة. المسار الرابع والأخير كان، وطبعا دي زي ما احنا عارفين كلنا كان ليها ثلاث مراحل اللي هي حرب الاستنزاف، مرحلة الصمود، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة تصعيد العمليات اللي هي فضلت العمليات تتصعد لحتى ما وصلنا إلى حالة الحرب بتاع 6 اكتوبر. المسار الاخير او الاتجاه الاخير كان تهيئه المسرح السياسي الدولي والعربي. والحقيقه دي كانت القياده السياسيه بذلت فيها جهود برضو ضخمه جدا جدا، لان كان في عزوف وكان في حاله طبعا الكتله الغربيه بزعامه كل الدول الغربيه بزعامه المتحده الامريكيه بترفض الحرب وترفض 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 يعني، وزي ما قلنا في الاول المسار السياسي التفاوضي فشل. فكان خلاص بقى يعني الرئيس السادات يعني اتخذ فيما بينه وبين نفسه قرار الحرب. فكان لازم يهيئ المسرح الدولي لقبول الحرب يعني خلاص، من خلال بقى عرض الموقف المصري ان دي قضية عادلة يعني، القوانين الأمم المتحدة بتقول من حق الدولة اللي تم الاستيلاء على أراضيها بالقوة أو انها تسترجع اراضيها بالقوه، ده قوانين القوات المسلحه، قوانين هيئه الامم المتحده. عداله القضيه ان احنا مش بنحارب عشان احنا مش بنعتدي على حد، احنا بنحارب عشان نسترجع ارضنا المحتله حفاظا على الارض. فدي عداله
عدالة في عدالة القضية نفسها. فده شيء مهم انك انت تمرره في المسرح السياسي الدولي عشان يقبل قبول الحرب. وفعلا ده اللي حصل يعني. ففي بذل جهود كثيرة في هذا الاتجاه. والرئيس السادات مثلا على سبيل المثال قبل الحرب بفترة بسيطة راسل كل زعماء الدول الأوروبية بما فيهم الفاتيكان، بيشرح فيهم عدالة القضية المصرية وإن إحنا لازم نسترجع أرضنا، وإحنا يعني خدنا كل السبل خلال السنين اللي فاتت دي عشان نسترجع أرضنا بطرق سلمية، ولكن هذه الجهود وهذه الإجراءات لم تنجح ولم تثمر. فإحنا ما قدمناش غير إن إحنا نسترجع أرضنا باستخدام القوى العسكرية.